اتفضل يا فاروق. من جديد بجدد التحيه بالزميل العزيز محمد سعيد، وبجدد التحيه بكابتننا الكبير الكابتن محمد حشيش ودكتور احمد دسابت، وبكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. واحد من نجوم النادي الاهلي والمدير الفني لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، وما احلى العوده والرجوع الى البيت الكبير بيت النادي الاهلي، ما يقدرش يتاخر في يوم من الايام على النادي الاهلي. ابتدى سريعا الشغل اجتماعات مع المدربين، ثم انطلق الاختبارات اليوم، خلص الاختبارات جه على الملعب هنا موجود مع فريق الامل للنادي الاهلي. كلام كتير قوي يتقال مع الكابتن بدر رجب نجم النادي الاهلي ومدير الفني لقطاع الناشئين. كابتن بدر، تحيات الزميل محمد سعيد، الكابتن محمد حشيش، والدكتور احمد دسابت. ما احلى العوده والرجوع الى جدران البيت الكبير اللي الكابتن بدر رجب ما يقدرش يتاخر في يوم من الايام على النادي الاهلي. طبعا ما يقدرش يتاخر، بس خلينا الاول تحياتي للكابتن حشيش ولمحمد والدكتور احمد ثابت، كل الموجودين تحياتي ليهم. لكن انت بتتكلم على العشق، النادي الاهلي ده عشق لكل المصريين، مش لبدر رجب بس، وده ناديه اللي اتربيت فيه، وانا اللي سعيد بوجودي في النادي الاهلي. واكيد طبعا النادي الاهلي ضاف لي كتير، هحاول بكل الطرق وبشتى الطرق ان انا اعمل اي حاجه للنادي الاهلي، حتى لو كانت حاجه بسيطه، بس بالنسبه لي ده اقصى حاجه هعملها ان شاء الله للنادي الاهلي، ان انا اعمل لهم حاجه يفضلوا فاكريني بيها زي ما عملت قبل كده. وده مش هيبقى لوحدي، بكل الناس اللي موجوده وكل الناس اللي اشتغلت قبليا والناس اللي هتشتغل بعدين. كابتن بدر، شفت ازاي ثقه مجلس اداره النادي الاهلي ممثله في القيمه والقامه الكابتن محمود الخطيب؟ كابتن بدر رجب، مطلب للجماهير، مطلب لكل فرد داخل المنظومه، وجود الكابتن بدر رجب وعودته لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، شفت الامر ده ازاي ويمثلك ايه ثقه الكابتن محمود الخطيب؟ خليني اقول لك، اما اتكلم على الاسطوره المصريه والاسيويه والعربيه بكل المقاييس وبكل المعايير، انت بتتكلم على حدث رياضي. كابتن الخطيب ده حدث رياضي كبير، مش عشان انا اشتغلت في النادي الاهلي، لا، انا طول عمري بقول على كابتن الخطيب بالنسبه لي، يعني احنا حتى واحنا بنلعب كنت تحب اتفرج عليه، كنت تحب اتفرج حتى وانا لسه في الناشئين، اتفرج عليه في التلفزيون، اتفرج عليه لما اتمرنت معاه. يعني ده انت بتتكلم على حدث كبير جدا بالنسبه لي كابتن محمود الخطيب. مجلس اداره النادي الاهلي في كل الموجودين، ثقه كبيره للدهاني وعلى راسهم الاسطوره كابتن محمود الخطيب، محملاني مسؤوليه كبيره جدا تجاه النادي الاهلي وتجاه جميل النادي الاهلي الكبيره، وتجاه ان احنا عايزين نحقق نعمل لعيبه ونعمل بطولات، ودي صعبه جدا، لكن انا بوعدهم ان انا ان شاء الله اكون اهل للثقه، انا وزمايلي الموجودين والجهاز اللي موجود، ونقدر نعمل حاجه ولو حاجه بسيطه جدا للنادي الاهلي، وان كان كلنا مهما نعمل مش هنوفي النادي الاهلي حقه. شايف مشاركة النادي الأهلي والدور الوطني للنادي الأهلي إنه يشارك النهارده في احتفالية للقوات الدفاع الجوي، مرور 53 يعني العيد 53 لفريق قوات الدفاع الجوي، ودور الوطني للنادي الأهلي، شفته إزاي يا كابتن بدر؟ النادي الأهلي ده نادي مصر، يعني أنت بتتكلم على مصر، واحنا الجيش ده بالنسبه لنا، خلينا اقول لك، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. احنا الجيش، احنا بنحب الجيش وبنحب اي حد في الجيش، والنادي الاهلي دايما سباق ودايما سابق ناس كتير قوي وسابق انديه كتيره جدا في ان هو يقول ان انا بحب مصر فعلا وقولا، مش كلام بس. احنا النادي الاهلي تملي افعال مش اقوال، وده اللي حصل النهارده، موجودين مع القوات الجويه في العيد بتاعهم الوطني، واحنا شرف لينا ان احنا نبقى موجودين، بنتشرف بالقوات المسلحه في كل مراحلها، اي حاجه يطلبونا فيها احنا حاضرين واحنا موجودين، واحنا سعداء جدا بوجودنا معاهم. كابتن بدر رجب، كتير جدا من نجوم كرة القدم المصرية مفيش لعيب يقول لك اللي اكتشفني الكابتن بدر رجب، اللي لعبني في المركز دوت الكابتن بدر رجب. بنقول العين اللي بتنتقي والعين اللي بتوظف، قاعدتين مهمين جدا تميز بيهم الكابتن بدر رجب بين جميع اقرانه في قطاعات الناشئين في مصر وخارج مصر. خليني اقول لك، انا برضو ما اشتغلتش لوحدي، انا كان معايا كتيبة كبيرة جدا من زمايلي، واحنا تعبنا جدا عشان نعمل النجوم دول. الاولاد اللي احنا عملناهم دول او النجوم اللي بقى نجوم مصر دلوقتي، مش انتقاء بس، ممكن تلاقي واحد بينتقي كويس قوي، لكن كمان بجانب الانتقاء ان انت تبقى مدرب تدربه على الحاجات اللي تخليه يلعب لعيب درجه اولى او يلعب في المنتخبات. بالتالي القاعده الكبيره اللي عملناها حوالي 52 58 لعيب دول بس اللي ظهروا على الشاشات، وفي لعيبه ثانيه لعبت في انديه ثانيه قد تكون الذاكره خيناني شويه مش هفتكرهم، لكن الانتقاء والتدريب اهم عناصر كره القدم عشان تعمل لعيب كوره.
سواء على المستوى المحلي او على مستوى المنتخبات او على المستوى الاوروبي، لانك بتجيب لعيب وانت بتشكله، بس الاول تجيب لعيب كويس، يعني تنتقي لعيب كويس وليها معايير وليها مقاييس وليها خصائص وليها خبرات كبيره علميه وعمليه، حاجات كتير جدا نتكلم فيها في الانتقاء. لكن خلينا نكون عمليين، احنا في مصر عندنا لعيبه ولكن محتاجين التنقيب والتدريب. عايز اروح لنقطه مهمه، اكتر اللعيبه اللي لفتت نظرك النهارده في الفريق وتقييمك بشكل عام للمباراه النهارده ازاي؟ لا، في لعيبه كتير كويسه موجودين، لكن المباراه بالنسبه لنا احنا عايزين نشوف الاولاد دول واقفين فين. احتياجات الفريق الاول بالنسبه لهم، بالنسبه لنا دي مهمه جدا في الاماكن اللي هي النادي الاهلي محتاج فيها لعيبه. عندنا راس حربه كويس قوي، عندنا عبد الله او عندنا كباكا، عندنا كذا لعيب مبشرين جدا، عندنا حراس مرمى كويسين. الناس اللي شغاله شرف وخالد بيبو ووليد والناس اللي كانت شغاله قبلنا عاملين لعيبه كويسه، وفعلا يعني لعيبه مبشره جدا انها تبقى موجوده في المنتخبات او في الفريق الاول. لكن احنا جايين عشان نأدي احتياجات الفريق الاول، قطاع الناشئين موجود عشان يأدي ويلبي رغبات الفريق الاول في اي مركز ناقص. ان شاء الله بنوعدهم ان احنا هنكون سند وجنبهم في كل الظروف في كل المحاكم. قبل ما اروح لكلام كتير واكتدات كتير جدا بتقال على السوشيال ميديا خاصه بتشكيل قطاع الناشئين، كابتن حشيش بيقول لك النهارده كان اول يوم في الاختبارات، في عناصر مبشره وبخاصه انت عملت تجربه جديده، بنشوف اختبارات لخمس سنين وست سنين. والله هي جديده هنا في مصر لكن مش جديده في الامارات، انا عملتها في الامارات وكللت بالنجاح، لان احنا عملنا حاجه جديده جدا، احنا بدانا سنتين ثلاثه بدري، فبالتالي هيبقى عندنا لعيبه كويسه، والنهارده انتقينا لعيبه يعني كويسه جدا 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 موهوبه وعندها خمس سنين، بس العين اللي تنقب زي ما قلت لك او العين اللي تختار ان الولد ده هيوصل فين بعد كده. انت بتشوفه دلوقتي قدامك فانت باصص له دلوقتي، بس لا احنا بنبص لبعيد لقدام، ده هيوصل لفين. النهارده كان عندنا اقبال شديد جدا، وفي كل الاعمار اللي اختبرناهم النهارده في ناس في موهوبين بالكم مش بالكم، بالكيف يعني، ما عندناش كم كبير لكن عندنا كيف يقدر نوظفه ويبقى دعامه لقطاع الناشئين في النادي الاهلي فيما بعد ان شاء الله. اخيرا اخر اخبار تشكيل الجهاز الفني لقطاع الناشئين يا كابتن بدر رجب؟ التشكيل موجود و كابتن حشيش بيقول لك مش محتاج ليبرو، ده محتاجينه معانا يمسك مكاننا. كابتن حشيش ده حبيبي وكابتني ومن الناس اللي انا بحترمهم جدا، وكان لعيب كويس جدا كابتن حشيش، ولعب كاس عالم ولعب منتخبات ولعب فريق اول في الاهلي ولعب في الاسماعيلي، يعني باع كبير جدا في الرياضه. ولكن خليني اقول لك ان احنا التشكيل بتاع القطاع احنا شكلنا القطاع لكن لسه مستنيين موافقه مجلس الاداره وكابتن الخطيب المسؤول على الكوره ولجنه الكوره، والناس اللي موجوده دول يعني بالنسبه لنا ان شاء الله يبقوا سند للنادي الاهلي وسند لينا فيما بعد. ان شاء الله انا جايب مدربين يقدروا يقوموا بالمهمه اللي احنا جايين ليها، ان هم يعملوا لعيب كوره كويس يمد المنتخبات ويمد الفريق الاول بالقطاعات من قطاع الناشئين. اشكرك يا كابتن بدر ونتمنى لك التوفيق، ومهمه تقيله لكن انت قدها باذن الله. مشكور والف شكر وسعيد بلقائي بيكم، الف شكر. زميلي محمد مستمرين معاك وكلام مهم جدا كان لازم ان احنا يعني نستفيد في هذا الامر مع الكابتن.